التلاميذ عددهم كتر. خلاص بلاش حوش، مش اشكال. سيادتك دلوقتي انا مدرس تربيه رياضيه، معقوله يعني في تربيه رياضيه من غير لحوش ولا ملعب؟ بقول لك ايه، ريح دماغي ودماغك على الصبح، بلا تربيه رياضيه بلا بتاع. ايه العيال مش هيمتحنوا في التربيه الرياضيه؟ وبعدين مش عاجبك قدم استقالتك وبالسلامه. مدرسين التربيه الرياضيه بالهبل مش لاقيين شغل. ايوه يا فندم، بس سيادتك ارحمني، انا بنفذ اوامر اصحاب المدرسه اللي بياكلوني لقمه عيش. روح يا اخويا دور عليهم وخلوهم يعملوا لك ملعب. حاضر يا فندم ادور. خلصني، هتستقيل ولا هتروح تشوف شغلك؟ انا هروح اشوف شغلي. القوطة والخيار والبتنجان والبصل والبطاطس والفاصوليا الخضراء والجزار، زود اللحمة 2 جنيه ما رضيتش اجيبها. قلتي له علشاني؟ لا ما قلتلوش، انا سألته بكام بس. طب روحي قولي له ده للست المديرة، ان قال لك زاد 2 جنيه قال، ما قالش على العموم هو له عندنا بنتين في المدرسة. حاضر هقول له. قولي له كمان ينظف اللحمة قبل ما يوزنها، لا جلدة ولا شغفة، فاهمة؟ فاهمة يا ست المديرة. ايوه يا سني، في ايه؟ قط الموسيقى على ابوها مخزن وما فيش ولا آلة موسيقية. وانا اعمل لك ايه يا سامي؟ البشوات اصحاب المدرسة خدوا الأوضة عملوها مخزن، اقول لهم لا؟ هيقولوا لي اتكلي على الله وروحي على بيتكم ويجيبوا غيري. ادي الحصص والفصول، روحي روحي. ماشي يا أبلة، بس عشان ادي الحصص لازم يبقى في آلات موسيقية، وبعدين انا خريجة معهد موسيقى، ولا انتوا عينتوني السنة اللي فاتت مدرسة موسيقى ليه؟ يا حبيبتي الوزارة مشترطة ان يكون في المدرسة مدرسة موسيقى وبس. ايوه يا ابله، بس انا عشان اعلم موسيقى لازم يبقى في الات البنات يتعلموا عليها. يا حبيبتي دي مدرسه خاصه بتاعه ناس مش بتاعه الحكومه. علمي يا مديره، كلفوا يا سيادنا، سيادنا ما جابوش الات موسيقيه، اعمل ايه؟ اقطع نفسي؟ احمدي ربنا ان انت بتقبضي ما هي وبتشتغلي. كده احنا عرفنا الخطه بتاعت انجلترا اللي بتلعب بطريقه 4-2-4، غير طبعا هولندا اللي بتلعب بطريقه 2-4-4. والبرازيل بتلعب بخطه كام؟ البرازيل بتلعب بخطه مش مفهومه لغايه دلوقتي. واحنا استاذ هنلعب بخطه ايه؟ احنا ان شاء الله هنلعب بخطه الجوهري اللي هي كلنا واقفين ورا، محدش يعدي خالص خط النص، اللي عايزنا يجي لنا لازم اللعيب يبقى عنده كرامه، تروح للخصم ليه؟ اللي عايزنا يجي لنا يوصل لغايه عندنا، واللي هيعدي خط النص هيتكهرب، انا بقول لكم اهو. حد عنده اسئله تانيه؟ دلوقتي احنا بقى جاهزين للعب على طول، وبما ان المدرسه مش موفره لنا ملعب فاحنا هنلعب هنا في الفصل. اول حاجه عايز اتنين يقف عند الشباك ده، وعايز اتنين تانيين هيقف عند الباب بره، اول ما يشوف مدير المدرسه يقول وشك يلا، فاحنا ناخد بالنا على طول. دلوقتي هتخلي الدكه كلها تيجي على جنب ونفضي هنا عشان يبقى ملعب كبير لينا كلنا. جاهزين يا كباتن؟ جاهزين يا كوتش. يلا يا كباتن اسرع 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 كويس. ايوه حلو قوي كده، عندنا ملعب فاضي كله تمام. عايز فريقين، فريقين اهو فريقين اهو. لا عايز ثمانية، روح انت هناك روح هناك روح هناك، يلا روح معاهم هناك. ايوه كده اهو، ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. جاهزين؟ جاهزين يا كوتش. احتف يا كابتن الكورة. دلوقتي كله هيسمع كلامي، اقول هنلعب هنلعب، اقول اوقفوا اللعب وقفوا اللعب. ماشي، اول حاجة هنسنطر، ولا اقول لكم بلاش نسنتر، هنلعب على طول. جاهزين؟ جاهزين. يلا العب يا كابتن، العب يا كابتن، العب اهو العب اهو. تعالى 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 بيرن بيرن يلا بيرن يلا بتاع بيرن، والله عندي بيرن بيرن. ما عندي كلام، بطل لعب. يلا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. هات الكورة هات الكورة. الكورة فين؟ ماشي انا اللي هشوف البيرن. متفقين؟ متفقين. خلاص انتوا الخمسة تعالوا اقفوا الناحية دي كده، وانتوا ارجعوا لورا ارجعوا لورا، تعالوا اقفوا الناحية دي بس. اقف كده كمان معايا، خش معايا عشان احنا طالعين فريق جامد. تعالى كده بقى كده ماشي. اوعى، جاهزين؟ في حد اتعور؟ لا يا محترم، اللي بتعمله ده تهريج يا فندم. مش حضرتك اللي قلت خليها رياضة ذهنية وهم مرزوعين في الفصل؟ خلاص، لا رياضة ذهنية ولا رياضة زفتية، يقعدوا ساكتين في الفصل وبس. يعني ايه يا فندم يقعدوا ساكتين؟ دول اولاد صغيرين كلهم طاقة وحيوية، ازاي يقعدوا ساكتين حضرتك؟ امسك عصاية واللي ينطق اديله على دماغه، ولا اقول لك بلاش ضرب عشان الوزير منع الضرب.
أنا عايزة كل حصة تربية رياضية تدخلها تاخد العيال وتديهم مقاشات وجرادل وتعمل مشروع نظافة وتخليهم ينظفوا المدرسة ويمسحوها كويس. أهي منها نظافة ومنها رياضة، أحسن ما يدشدشوا أزاز المدرسة ونروح في سين وجيم. معقول يا فندم يعني هم جايين يدرسوا ولا جايين يشتغلوا فراشين وزبالين حضرتك يعني؟ فراشين ولا زبالين مش مهم، المهم المدرسة ما تنخربش، أنت فاهم ولا لا؟ ماشي يا فندم، حضرتك فين المقشات والجرادل؟